هذه الكيكة اللي تحبها هيبة. تسلم ايدك يا حبيبة أبوها. وهذه قطعة حبيبي سليمان. تكفي ولا تبي زود؟ لا لا يكفي يما. وانا؟ هذا هي قدامك، مدي يدك. حسد اعوذ بالله. انا اللي بعطيك بديني. احلى من يعطيني والله، الله لا يخليني. خلي الاخوص شوي وحطي على جنب علشان انا جاي اكلها. ابشر يبا. السلام عليكم. كم السلام. بكم البرتقال؟ هذا 30. ورك تضربه؟ طيب حرام نعمة يا أخي، لا تضربه. إيه ما شاء الله زين. لا كويس كويس، بضاعتنا نظيفة. بضاعتكم نظيفة. الحين نكشف بضاعتكم إذا هي نظيفة ولا. سلامات. وش ذا؟ حاط اللي تحت خربان واللي فوق زين. ولا ما تتكلم انت. هي واحده الخربان بس. خلاص خذ لك هذا 30. وراك خفت؟ ما خفت، هي واحده بس الخربان. الورقيات وينها؟ هذا. هذا بقدونس ولا كزبره؟ هذا رجله. رجله؟ إيه؟ هذا جديد علي بالتشكيله، ما اعرفه. عندك موز؟ موجود. خلاص عطني كيلوين من ذا. هذا ما ينفع، خذ لك من ذا المستوي افضل. لا يا شيخ، تبي تلعب علي؟ تعطيني من المنقط ذا يوم يومين ويخرب. ابي هذا الاخضر يقعد اسبوع. وعطني كرتون تفاح. ابشر. يلا تحرك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا ميري يا ميري، تعالي شيل الأغراض الكثيرة اللي جبتها، موز وبرتقال وتفاح، كلها جايبها لحسابي. ما شاء الله، ابعدي يا ولدي. الله لا يستر خير العدو. أفا، طب ليه؟ أنا رايح العتيقة من الصبح وجايب كل الخيرات، برتقال وموز وتفاح وعنب وكل شيء. طيب اللي جبت هذا وين وديه؟ والله ما دريت إنك رحت عتيقة. طب أنا وش أسوي؟ حبيت أسوي مفاجأة. مفاجأة؟ الله أكبر، ترى كله تفاح وبرتقال. كم جبت البرتقال؟ 30 ريال. لا أبين عليك، أنا جايبه ب25. يمكن خربان اللي أخذته. وأقول لكم سفل فيني أبوي قدام أمي. ماش ما في فايدة. صدقون حتى شكرا ما قالها لي. والله حلو البرتقال. شوف الصبح وش يقول؟ برتقان اسمه برتقان يا غبي. ايه لا تقول معلومات غلط، برتقان اللي مع كراش في السوني. وش تسمونه بغليل يا شكوش؟ نسميه اورنج. سلامات، انتم ما تحسون انا الحين قاعد افضفض لكم وانتم فاتحين سالفه على البرتقال. ايه خلاص يا ابن الحلال، تراك اشغلتها بسالفه ابوك. خلاص يمكن هو طبعه كذا، يمكن ما يتغير. شوف انا عمي وعارفه، ما يبين بعينه الا الشيء الجزل. اما قولت انك تعبي دبه غاز، تجيب له خضره، تصب له شاهي، ما زي معه شيء. مالك الا تزين له شيء يامل العين. السلام عليكم. عليكم السلام. اشوفكم على خير يا احلى ام واب الدنيا. عندي سفرة صدرت بكرة راجع إن شاء الله. الله يحفظك يا ولادي. وين رايح؟ مفاجأة، أعلمكم بكرة إن شاء الله. أسمع عاد، تركت بالخط ولا تسرع، وجيت بكرة جاب لي بخالفة ولا بخافتين مساهر، ترى يبرم سددي عنك ولا هلا. هذاك سمعت الكلام. إن شاء الله.